انا شايف رد فعل كبير جدا، ودايما بشكر استاذ كرم جبر يعني بشكل كبير جدا، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، عامل حراك كبير جدا معانا. انا شايف في صدى ايجابي بيكو بالاعلام المصري، ده يعني الشريك الاساسي المفهوم في الحقيقه شايفه لكل الجماهير، وحاز يعني شايفينه وحاسين بيه، كمان بينقل الى لاعبي الفريقين. ان شاء الله يكون يوم مصري كامل تحت الظلال الافريقيه، وهيطلع يوم كويس باذن الله، ودي بدايه تخلينا نكمل في ليله تعصب مصر اولا. استاذ القاهره انا يعني بتابع مع المدير التنفيذي اللي هو علي درويش في الحقيقه من الفتره الثانيه، حالته ان شاء الله جيده ومستعده، حتى تاريخهم مفيش جماهير. جواب اللي جه للاتحاد المصري لكره القدم حاليا، كل اللي بيقوموا بيه ان هم بيدعوا الجمعيه العموميه غير العاديه علشان اللائحه، ده اللي جه هم بينفذوا، ده مفيش حاجه تانية جت. يعني الجمهور المصري ده يومكم وده يوم مصري، وان شاء الله يعني من قلبنا كده بنقول لكم شجع واعمل اللي انت عايزه، فريقك انت لازم تحب فريقك وتنتمي لفريقك، بس بما لا يجرح الاخر، ودايما تحط يعني في بالك واعتبارك مصر في تحديات كتير جدا. الرياضه شيء جميل جدا، ما تكونش يعني شيء يكبر لكن شيء يحل كل التحديات.